بعد دقيقتين. دقيقتين بتقولك خايفة. بتقولي خايفة؟ بتقولي خايفة؟ انت خايفة؟ لا خالص. ازيك يا استاذة هند؟ الحمد لله. عاملة ايه؟ وبنقولك فخر دي يا هند. ده شكرا يا رحيك. ده صاحبك انا وسؤال قلنا نديك. قلنا نديك اي حاجة يعني كله خدمة. ايه ده انت؟ ازيك؟ الحمد لله. طيب عايزك تقولي لي كده لحد لما نختم حلقتنا ازاي نتعامل مع اطفالنا وخصوصا الاطفال ذو الهمم او القدرات الخاصه، وازاي هم كمان كاطفال يتعاملوا مع الاطفال التانيين. كاميرتك اهي واحنا هنسكت خالص، وتفضلي عشان انت خايفه نرعبك اكتر. لا اتفضلي. مش خايفه خالص. طيب. لا بص لكاميرتك احنا مش موجودين. بالنسبه للاطفال ذو الاحتياجات الخاصه، بالنسبة للأم لازم نديها خطوات أساسية تمشي عليها. هي بعض منها طبعا، أولها مثلا الأم طبعا أول ما تعرف إن هي عندها طفل ذو احتياجات خاصة هينتبه شعور الخوف، الخوف من اللي جاي، اللي هو أنا هتعامل مع الطفل إزاي اجتماعيا ودراسيا، وبالنسبة للانفعالات وأنا مش هفهم. هي مفروض يعني أنا خلاص أنا في الموقف، لازم بقى يبقى عندي دراية كاملة بحالة طفلي، تكون هي الخبرة الوحيدة ازاي تتعامل مع الطفل ده. تتواصل مع الدكتور بتاعه وتعرف حالته، ما تقللش من شأنه، تاخده معاه في كل مكان، تخليه يختلط بأقرانه، يلعب مع مع اخواته مع اصحابه، ما تحسسهوش ان هو اقل من حد. وبسبب خوفها الزائد مثلا عليه برضو ما ترسملوش خريطة ان هو يمشي عليها، اللي هو انا مش هينفع اقابل المجتمع غير بماما، لا انا يعني هقدر اواجه، بس ماما هتبقى معايا الى حد ما، بس يعني هقدر اواجه لوحدي علشان ما تخليهوش يحس ان هو عنده مثلا نقلل الثقه بالنفس عنده. هنعزز من قدراته الاجتماعيه اللي هو هيقدر يتواصل في التواصل. وبالنسبه كان في نقطه في اللي هو اول ما منذ نشاه الطفل هنلحقه بالحضانات الخاصه بالدمج، المخصصه بالدمج، دمج الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه والاطفال العاديين. في بعض حضانات ما فيهاش، او في بعض اهالي ما بيقبلوش ان اطفالي يندمجوا مع الاطفال دي. ممكن يكونوا بيحرجوا مثلا او بيخافوا او ايه؟ الاطفال او الاهل بالنسبه يعني لمين؟ ان الاهل بيخافوا يودي اطفالهم كده في الدمج. لا هو المفروض ما يخافوش، احنا المفروض يبقى الاطفال عندها رؤيه كامله. يعني مثلا طفله زي رحيك، يعني هتشوف طفل زي ده انا هتعامل معاه ازاي؟ طبعا هتبقى خايفه. وفي البيت لازم يبقى عندهم وعي، يبقى عندنا وعي ان احنا ازاي نتعامل مع الاطفال دي، بس برضو ما نحسسهمش بالحرج. بس طب احنا ان شاء الله ممكن نبقى نعمل حلقه. لا ممكن اقول حاجه وبعد كده اقطعي. اقطعي. ابن الجنه وعمر وادهم كانوا تعبانين جدا، وبعد الحالات اللي زيهم كده ان شاء الله انا نفسي اقابلهم في المستشفى واقعد معاهم يوم، وبدالهم باحلى حاجه ان احنا ان شاء الله تخرجوا بالف سلامه. بصي سرقت منك الكاميرا في اقل من جزء من الثانيه. احنا بس عايزين نقول لعمر الف سلامه عليك يا ابني، ان شاء الله تبقى كويس. والف سلامه عليكي يا جنه. والف سلامه عليكي يا جنه. والف سلامه عليكي يا عمر، والف سلامه عليكي يا ادهم، والف سلامه عليكي يا جنونه. شكرا يا دكتوره، وان شاء الله يبقى معانا حلقه تانية مع استاذه هبه. ما اعرفش ليه بقول لها دكتوره. هند كمان. بهزر والله بهزر. اسمها ميس. طيب نذكر طب قولي لها اشكري انت ميس هند. شكرا يا هند. ما كانت ميس هند من شويه. شكرا يا هند اشرف. شكرا يا استاذه هند، وان شاء الله يبقى لنا حلقه تانية بجد. وان شاء الله نشوفكم على خير. اختم الحلقه. اختم الحلقه. واللي بيتفرج على اليوتيوب اختم الحلقه يا هند. اختم الحلقه. اختم الحلقه.